جانبي كابتن فريق التعاون وصاحب الهدف الوحيد في لفريق التعاون كابتن محمد الراشد. محمد يقول لكم هارد لك على النتيجه اليوم، ولكن ظهر فريق التعاون بصوره جيده نوعا ما رغم الهزيمه، ولكن كانت هناك بعض الاخطاء، لم يكن هناك وصول المرمى بطريقه صحيحه. لا بالعكس، ما ظهرنا بمظهر نوعا ما، يعني لا تنسى انت قاعد تلعب ضد المتصدر وعلى ارضه. انا اللي اشوف ان الفتح يعني ابارك لهم اول شيء بالفوز، شوف ان خطورتهم في الاوتات كرات العاليه، ما اشوف شيء جديد انا، بس انهم توفقوا، جاهم بلنتي، جاتهم كوره وسجلوا منها، احنا جاتنا فرص ما استغليناها، جانا يا طول عمر بلنتي وسجلناه. يعني انا اللي اشوف ان صراحه احنا حق في المباراه، بس ان التوفيق جاء للفتح، واقول الحمد لله، الله يوفقنا ان شاء الله المباراه الجايه، باقي لنا مباريات اغلبها على ارضنا، المباراه ذي ننساها بخيرها وشرها، فكر المباراه الجايه مباراه الشعله. ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله المباراه الجايه. محمد اسال، ممكن لقوا نقطه ضعف في فريق التعاون فريق الفتح من طريق الكرات العرضيه، انتم تملكون الطاقه؟ لا مو من نقطه ضعف، انت لو ترجع الاغلبيه اهداف الفتح هذه اهداف الفتح، ما في نقطه ضعف ولا شيء، يعني كيف يدرس نقطه ضعفك وانت بدايه الشوط الاول مسيطر على المباراه كلها؟ هي توفيق، جاتهم كذا كوره زي ما قلت لك، بلنتي كوره طايشه من فوق طاحت بلنتي سجلوا منها الهدف الثاني. والكره محمد اكثر من هجمه بس اضاع دوري السلم، اكثر من هجمه يمكن ثلاث او اربع هجمات الى خمس اضاع، كلها كور تسقط، كلها كور عشوائيه ما هي بلعبه، يعني اقول لك لو لعبه اقول لك انا احترمها، بس الكور مو كلها عشوائيه، تيجي طويله وتطيح في 18 في دربكه. بس على العموم انا اقول ابارك للفتح، هارد لك لنا، فكر في الجاي ان شاء الله، الله يوفقنا ان شاء الله مباراه الشعله الجايه ان شاء الله على ارضنا، ان شاء الله اننا نحصد نقاطها ان شاء الله، المباراه ذي ننساها بخيرها وشرها، كره القدم هذه فوز وخساره. احنا اليوم كنا نطمح ان نفوز، يعني ما اخفيك ما كنا نطمح ان نخسر اليوم ولا حتى التعادل، كنا نطمح جايين نبغى الثلاث نقاط، ما هو بطمع تقول والله بحكم ان المتصدر ولا ما هو بطمع، حق من حقوقنا، يعني بحكم ان احنا جايين احق للمباراه، يعني بحكم ان ظروفنا ان شاء الله ان شاء الله المباريات الجايه نتوقف. محمد خليني اسالك، عمر سفياني ربيع سفياني سقط، حمدان حمدان ايضا سقط، لماذا لم تخرج الكوره؟ يعني كروح رياضيه. والله ما اشوف انا سقوطه، يعني اغلب سقوط اللعيبه يعني زي الكوره اللي هنا مسكها طول عمر ربيع طاح فيها، حمدان اللي مسكها ما طلعها. ليش احنا نطلعها سخويه وما طلعها، نطلعها احنا؟ يعني هذه وبرضه ترجع ترى للحكم، يعني المفروض الحكم يوقف الكوره، يعني لا يطالع لا الفريق التعاون ولا الفتح، يوقف الكوره يقدر. وجهه نظر، شكرا محمد. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كان هذا حديث الكابتن محمد الراشد صاحب الهدف الوحيد لفريق التعاون.